السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وسيم من مجوهرات السلام، اختصنا هو بيع الذهب 18 الكاره وتنديروا لا ليفغيزون المغرب كامل. مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم الجديد، جبنا لكم لي بروموسيون ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. كي كتشوفوا اليوم شي حاجه ديال التفركيش، شي حاجه الفن والكركاع، اي موديل بغيتو اليوم بثمن ديال الجمله ان شاء الله بروموسيون. يا سلام يا سلام على الكلام. يلا اللي بغات شي حاجه كفيه انها تدخل عندنا الواتساب، تواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 170 63. ومرحبا، شوفوا الجديد يا سيدي، ها انتم الجديد اليوم. اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا بها ان شاء الله. اللي جات الاولى هي اللي غتاخذ لارتيكل، بالنسبه اللي جات الاولى دخلات كونفيرماس في الواتساب هي اللي غتاخذ لارتيكل، يعني دي بروموسيون باثمنه ديال الجمله اليوم ان شاء الله. كل شيء غيلبس معنا الذهب، اثمنه ما عمرها كانت غتكون اليوم ان شاء الله. ومرحبا والف مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام. نزيد نوريوكم لي موديل فان كليف، لي موديل كي كتشوفوا الكارويات الفان كليف اللي محجر بحال هكا، تيجي ما شاء الله شي حاجه فنه فنه. اللي بغاتهم يكفيها انها تدخل عندنا الواتساب 06 52 15 170 63. ومرحبا، وخلاص اليوم غنربحوا جوج ديال الناس اللي غيربحوا معنا واحد الهديه جميله ان شاء الله باذن الله. يلا بارطاجي ثم بارطاجي وخلي الكومونتير ديالك، غير غيسالي اللايف غنديروا السحب على شي واحد اللي يربح معنا. ومرحبا والف مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام. يلا الاخوات يلا بارطاجي بارطاجي. كاينه اول بياسه هي دي لويس فيتون، تتباع ب 1000 درهم اليوم، غتبقى لكم 700 درهم اليوم، غتبقى ب 700 درهم اللي هي 14000 ريال 70 اورو. اختي منال وعليكم السلام، لاله سلوى اهلا وسيم، لاباس عليك، هاني الله يحفظك. كاين خواتم ديال لويس الحور، كاين موجودين موجودين، هانتوما كاين هذا ب 700 درهم، هذا اول ارتيكل عندنا بثمن ديال الجمله ان شاء الله 700 درهم، اثمنه مناسبه وفي متناول الجميع. اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا بها. كاين هاد لاباك غزال كي كتشوفوا ديال الفان كليف، الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم، الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم، هذا فان كليف تيجي غزال، فان كليف حاجه صحيحه، القياس ديالو تقريبا شي 1.8، هو هذا فان كليف الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم، هذا ب 30000 ريال اللي هي 150 الاورو. او اللي بغاتو دير له غير سكرين. مرحبا، الثمن ديال الجمله اليوم، الثمن ديال الجمله اللي موجود عند مجوهرات السلام، كاين هذاك وكاين هذا، اللي بغيتي فيهم غيبقى لك ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 الاورو. هانتوما 150 الاورو، اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا. 1500 درهم نمره التليفون انا نكتبها لكم، ها هي 06 52 15 170 63، ولا 06 73، راه كاين جوج نوامه 15 106 73 02 84. هادو جوج نويمرات الخاتم الاحمر، غنعطيكم الثمن ديال الخاتم الاحمر. لاله خديجه مرحبا، يلا بارطاجيو معنا السيدات الانيقات، بارطاجي ثم بارطاجي شي حاجه كركاع. 1500 درهم تدي ناقصين ليكم 200 درهم من البياسه، 200 درهم ناقصينها من هاد البياسات هادو، اللي بغاتهم مرحبا. يلا بارطاجي. كاين هذا، هذا خويتم تراديسيونيل، شي حاجه فنه، شي حاجه غزاله تبارك الله، بثمن ديال الجمله ان شاء الله. اللي بغات دير لها سكرين مرحبا، الثمن ديالو غيبقى لكم ب 2500 درهم، 50000 ريال، هذا غيبقى لكم ب 50000 ريال 250 الاورو، تيجي ما شاء الله فن تبارك الله. 2500 درهم الثمن ديال الجمله، هذا اليوم حصريا بثمن ديال الجمله 2500 درهم. او اللي جات الاولى بصحتها وراحتها ومرحبا بكم، 2500 درهم. كاين هذا الموديل، هذا راه تيتباع ب 3000 درهم، هذا الموديل هذا. كاين هذا ب 2100 درهم، 2400 درهم باش كان 2100 درهم، ولكن هذا العرض هذا راه غير اليوم اللي عندنا، يعني الناس اللي تيتفرجوا في هذا اللايف ديال اليوم هو اللي كاين هذا العرض، 2100 درهم اللي هي 42000 ريال، هذا 42000 ريال 210 الاورو. تيجي تبارك الله خويتم، يا سالم، 2100 درهم 210 الاورو، هي 210 الاورو 2100 درهم خويتم، كيجي غزال تبارك الله ديال الكارتي، ها هو باللوينات 2100 درهم هي 42000 ريال، القياس ديالو هو هذا، يعني اللي عنده القياس ديال 1.8 غيجي قدك واعر وادك، الثمن ديالو اللي هو 2100 درهم هي 42000 ريال. كاين هذا اليوم حصريا غيبقى لكم ب 2000 درهم، هذا اليوم حصريا ب 2000 درهم هي 40000 ريال،
200 اورو تقريبا تيجي فن رائع بثمن ديال الجمله. يعني اليوم حصريا عند مجوهرات السلام غتشري بثمن الجمله اللي هو الثمن اللي تياخذ به الذهبي من عنده من المعمل 2000 درهم ليا 40 الف ريال 200 اورو. هو رائع جدا تيتباع ب 2500 درهم اليوم حصريا ب 2000 درهم ليا 40 الف ريال 200 اورو الى هذا ب 2200 درهم، ولكن راه غير واحد واقيلا هو اللي فيه هذا الثمن ديالو 2200 درهم، غير بقى لكم غير ب 2000 درهم هذا، ولكن راه كي قلت لكم راه غير اليوم اللي عندنا فيه مات بروموسيون. هذا غيبقى ب 2000 درهم ليا 200 اورو تقريبا 40 الف ريال 200 اورو اللي بغاتو دير له السكرين مرحبا 200 اورو تقريبا تيجي غزال تبارك الله الصح والعمل والمتانة 2000 درهم ليا 40 الف ريال. ها هو اللي بغاتو مرحبا و الف الف مرحبا بها. بزاف ديال الناس سولونا على لي باك ديال البنانة، لي باك ديال البنانة راه فيهم انواع يعني كل شكل وكي داير. كاين هاد الشكيل هذا ها نتوما هذا شكيل يا سلام صحيح، وكاين هذا كاينين جوج، كاين هذا تيبقى ب 1000 درهم، هذا تيبقى ب 1000 درهم ليا 20000 ريال 100 الاورو. ها هو هذا البنانة ب 1000 درهم ليا 20000 ريال 100 الاورو، وكاين هذا تيبقى ب 2000 درهم، هذا ب 1000 درهم وهذا ب 2000 درهم. يعني كل حاجه وثمنها، كل ما تزيدي في الثمن كل ما تزيد الذهب. هذا ب 1000 درهم وهذا 2000 درهم. فاللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا سير واتساب. ها هو اثمنه فوق مناسب هذه الاثمنه اللي تعطيكم اليوم. هذا الثمن ديال الجمله باش تشري الذهبي من المعمل، الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم اثمنه مناسبه. وكاين هذا الثمن ديالو اللي هو 1000 درهم 20000 ريال 100 الاورو تقريبا. هو 100 الاورو تقريبا اللي بغاتو دير له السكرين ومرحبا والف مرحبا. بغيتي شريت لها شريت لها غزاله تبارك الله، هي ثلاثه ديال اللي بغات لي شي حاجه الفن بروموسيون فيها هذه، غتبقى لكم غير 16000 درهم اللي هي مليون و120 الف ريال، مليون و120 الف ريال اللي هي 16000 درهم. تيجيو ثلاثه ديال اللي بغات لي فنين صحيحين ومضوبلين من الداخل ب 16000 درهم مليون و120 الف ريال، مليون و120 الف ريال، ولكن راه طوب القرقاع ديال السلعه هي هذه. ها هي شي حاجه لوكس مليون و120 الف ريال هي 16000 درهم، ثلاثه ديال اللي بغات تيتحلوا شي حاجه قرقاع 16000 درهم مليون و120 الف ريال. يلا اللي بغات هادو تواصل معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. كاينه هادي فيها ثلاثه ديال الربوعه ديال لويز، فيها ثلاثه الربيعات ديال لويزات تتبقى ب 1800 درهم. طوندونس اللي خارجه دابا عليها طلب كبير تبارك الله. هادي بقات وحده اللي باقا لنا هنا الثمن ديال اللي هو 1800 درهم. حاول نوري لكم في المانكا كيفاش تتجي. والله 1800 درهم هي 36000 ريال دائما، 36000 ريال هي 1800 درهم. ها هي 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو. ها هو اللي بغاتو دير له السكرين مرحبا 1800 درهم. كاينين لي 3 بغاصلي في الدق الاحمر، الناس اللي تيحماقوا على الذهب البلدي الحمامر، الثمن ديالها لي 11000 درهم. ها هي شريت لها غزاله تبارك الله ب 11000 درهم اللي هي مليون و120 الف ريال. اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. 11000 درهم اللي هي مليون و120 الف ريال، 11000 درهم اللي هي مليون و20 الف ريال، مليون و20 الف ريال. اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا والف مرحبا. كاينه واحد الكوغميت دوزيام ما، ولكن راه مازال قرطاي قد يلبسوا فيها الناس الكبار والبنيات الصغار، يعني مازال فنه. هاي اللي بغاتها وانتيغيستي بها نعطيكم الكغراماج اللي فيها 6 غرام فاصلة 3 تطيح لكم 3000 درهم. انا عطيتكم الكغراماج ديالها 3000 درهم هي 300 اورو تقريبا، ثمن مناسب فيها تيلبسوا فيها الناس الكبار والصغار، يعني فيها الزيادة بزاف. الثمن ديالها اللي هو 3000 درهم 300 اورو تقريبا 60000 ريال. ها هو 60000 ريال هي 3000 درهم تاتجي طوب في اللبيسة. هاي اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا بها. كاينه عندنا واحد البوندونتيف ديال غافينيتي، ها هي دوزيام ما ولكن راه مازال جديده، يعني حجيره هنا غنركبها ليها. ها هي غزاله تبارك الله غافينيتي قرطه، فيها 5.77 غرام، الثمن ديالها 2700 درهم هي 54000 ريال، 54000 ريال هي 2700 درهم 270 اورو. هذه راه كي قلت لكم خصها حجيره هنايا
2700 درهم هي 54 الف ريال، 54 الف ريال 270 الاورو. هاي اللي بغاتها مرحبا. كاينه غورميطا فيها 4 الغرام داير 1880 درهم، هاي 1880 درهم 4 الغرام. هذه دوزيام مان كي كتشوفوا ولكن جديده مازال قرطه، هاي 1880 درهم فيها 4 ديال الغرامات. هذه ميزتها هي اليوم. اللي بغات دير لها سكرين تواصل معنا سي واتساب ومرحبا. الثمنه اليوم مناسبه مناسبه، يعني اللي باغي يشري الذهب فراه هذا هذه الوجيبه عندكم وهذه هي المناسبه. يلا اللي بغات شي حاجه كفيها انها تدخل عندنا الواتساب وتواصل معنا سي واتساب 0652 1570 63 ومرحبا. كاين الحلقه ديال الفان كليف رائعين رائعين رائعين، غيبقاو لكم ب 45 الف ريال. هادو غيبقاو لكم ب 45 الف ريال، فنين فنين فنين، تيتباعوا ب 2500 درهم 2700 درهم في محلات اخرين. اليوم غيبقاو لكم ب 2250 درهم، هاي 2250 درهم هي 45 الف ريال، هي 45 الف ريال رائعين جدا. يلا نشوفوا البنات اللي غيبارطاجيو معنا اليوم شكون غيربح معنا 2250 درهم. هذه 2250 درهم وغنشوفوا لكم الكحل ديالهم، راه كاين حتى الكحل حتى هما تيبقاو لكم ب 2250 درهم. الكحل ولا البويض اللي يعجبك فيهم غيبقاو لختي غير ب 2250 درهم، ثمن مناسب ثمن الجمله ان شاء الله، ثمن الجمله ثمن الجمله. المهم هو كلشي عندنا يلبس 2250 درهم، 2250 درهم. اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 170 63 ومرحبا و مرحبا بكم عند وسيم. اليوم جبت لكم واحد البوندونتيف ديال الحجوجي، بوندونتيف يا سلام اخر ما غنس ام كلثوم. القياس ديالها في الطول ديالها 6 سنتيم، يعني الطول ديالها 6 سنتيم، 6 سنتيم في الطول ديالها، تتبقى لكم ب 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. هذه غير ب 70000 ريال اليوم 3500 درهم اللي هي 350 الاورو، 350 الاورو. لا لا كلشي يلبس معنا الذهب، كلشي يستافد من لي بروموسيون ومرحبا والف الف مرحبا بكم. جبت لكم على الطلب ديالكم الكبير على البوندونتيف ديال الاناناسا ديال الكريكيعات الكبارين، ها هما الثمن ديالهم غيبقاو لكم ب 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 الاورو، 160 الاورو 32000 ريال البوندونتيف اللي بغيتي الكبارين. غزالين ما شاء الله، غزالين غزالين تبارك الله. 1600 درهم ثمن ديال الجمله ان شاء الله، ثمن الجمله مناسب. بقاو لنا ثلاثه الحبات بالنسبه لبزاف ديال الناس تيجيو للمحل تيقول لك اخويا واسيم راه اللي تنجيو ما لقيناش البياسه، يعني اللي عجبك شي حاجه يحاول يكونفيرمي لا كوموند في اللايف، ماشي تنساليو اللايف بعد يومين. ولكن كاين اللي تيتفرج في يوتيوب يعني يومين عاد تيدوز ليهم تيدوز الفيديو. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1600 درهم 32000 ريال 160 الاورو، 160 الاورو اللي هي 32000 ريال. اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا والف مرحبا بكم. يلا بارطاجي بارطاجي معنا يا مواطن، اليوم الربح ان شاء الله كلشي يستافد معنا ومرحبا والف مرحبا بكم. هادي سنيسلاي يا سلام شي حاجه غزاله غزاله تبارك الله، فنه فنه اللي عجباتي ديال السكرين مرحبا. هاهي فنه بالكافيه ديالها بالبوندونتيف ديالها فيها الرسمه ديال لويزه ما شاء الله، غنحسبها لكم اليوم ب 6200 درهم. شوفي لا لا شوفي لا لا القرقاع الكافيه بالبلاكات مع البوندونتيف بالكورميت فنه فنه انيقه 6200 درهم، 6200 درهم اثمنه يا سلام عند مجوهرات السلام. اختي قرا الميساجات والله ما شفت الميساج، غير سمحي لي عاودوا كتبوا لكم الميساجات الله يكبر بكم، تنغمس معاكم في اللايف. سلاف و 200 درهم هي 620 الاورو، 620 الاورو. اللي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا الف مرحبا بكم. حلقات انا موجد لكم بلاطو تبارك الله ديال الحلقات، ها نتوما الدم اللي جهده في 16 غرام فاصله واحد غنحسبو لكم اليوم غير ب 8000 درهم، 500 درهم يخلفها الله. هاي هذا غيبقى لكم ب 8000 درهم القياس ديالو بالحق اللي جات الاولى، القياس ديالو فيه 6.2 تقريبا، يعني قياسو 18 بحال هكاك، غيبقى لكم ب 8000 درهم. هذا غيبقى لكم غير ب 8000 درهم للميمه ولا السيده اللي باغا تخبع في ليساتها في الذهيب، هذا ب 8000 درهم 160000 ريال اللي هي 800 الاورو،
800 الاورو يا لاله غزال داكشي. يا سلام يا سلام، 8000 درهم ليا 800 الاورو فنه وقرقاعه. هاي شوفوا لي الدق البلدي الاصيل. بغينا حلقه انا نوريكم داكشي كامل، واش هادشي كله مستعمل. الله يا ودي فين كاين هاد الكنز هذا، نمشيو له كاملين. هذا الثمن ديالو هو 8000 درهم 160 الف ريال، خواتم ديال طروات دي كاينين. بارطاجيت نتمنى الربح، يلاه ضاعفوا الحظوظ ديالكم بالبارطاج، وشكرا لجميع الناس اللي تيبارطاجيو، تحياتي ليكم ومرحبا الف مرحبا بكم. الناس اللي باغيين القرقاع هانا يا لاله كيبين القرقاع شي حاجه. يا سلام الكولي ديال ليبول اللي طلبوه بزاف ديال الناس مع البغاصلي ديال ليبول، اثمنه يا سلام على مجوهرات السلام اللي بغاتو باثمنه ديال الجمله ان شاء الله اليوم. كلشي يلبس معنا الذهب وكلشي يستافد من هاد لي بروموسيون اللي تنديرو لكم. بالنسبه شحال بالجزائري، تحيه للناس ديال الجزائر بعدا اللي تتابعونا متابعين اوفياء، تحياتي لكم. والله ما عرف زعما بالدينار واقيلا ياك، كاين هذا ب 4500 درهم ليا 450 الاورو، 4500 درهم ليا 450 الاورو. هذا ديال ليبول، ها هي 4500 درهم تيجي فن في بلاصه الزياده والنقصان، يعني شي حاجه فن. 4500 درهم ليا 90000 ريال. وكاينه هذه دايره 2900 درهم، ها هي ديال الكولي ديالها داير 2900 درهم ليا 58000 ريال. ها هي الكولي ديالها داير 2900 درهم ليا 58000 ريال. يلا اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا، والف الف مرحبا بكم عند وسيم من مجوهره السلام، وتحياتي لكم. اللي بغى اي حاجه مرحبا والف مرحبا. وكاينين الناس اللي باغين بوندونتيف، بوندونتيف كاينه هذه، ها هي غزاله كتشوفي سنيسله قصيره فيها ما طويلاش، ديال الكارتي كامله دايره 4500 درهم. البراسلي مشرط عافاك، مرحبا انا نوريه لك 4500 درهم ليا 450 الاورو. بالنسبه للبوندونتيف راه كبيره، يعني فيها 2.3 تقريبا، فيها تقريبا 3 ماشي 2.3. الثمن ديالها كامله ب 4500 درهم. كاين خواتم صغار شحال الثمن مارياج فانكليف، مارياج د فانكليف انا غنشوف لك الثمن ديال اختي زياد، هذه ب 4500 درهم، ولكن راه البوندونتيف كبير برا وعاطيه للعين، يعني شي حاجه فنه. 4500 درهم ليا 450 الاورو. المهم هو كلشي يستافد معنا من لي بروموسيون، ومرحبا والف مرحبا بكم. كاينه هاد السنيسله هادي اليوم حتى هي فيها بروموسيون، ها هي غزاله تبارك الله. الناس اللي باغا تحط فليساتها في الذهب، كاينه هادي بدايره 2000 درهم، هادي فيها سنيسله الكورميت مع بوندونتيف غزاله وصحيحه، تتبقى الثمن ديالها اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو. هادي 2000 درهم ليا 40000 ريال 200 الاورو. اللي بغات دير لها سكرين وتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. 2000 درهم اختي هادي غزاله، هادي 2000 درهم وهادي 4500 درهم. وكاينه هاد لاشين هادي ديال المشاربي، لاشين ديال المشاربي ديال الثمن ديالها اللي هو 3500 درهم، هادي دايره 3500 درهم ليا 70000 ريال 350 الاورو، 350 الاورو هادي. وهادي 4500 درهم وهادي 2000 درهم، سنيسلات كاملين صحيحين فيهم بثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. اللي بغى اي حاجه يكفيه انه يتواصل معنا على رقم الهاتف 06-52-15-170-63 ومرحبا بكم. كاين الاخوات غورميطا ديال 3 دي غورميط، يا سلام الكبيره الغورميط الكبيره كتشوفوا ديال 3 دي، الثمن ديالها 2500 درهم. هادي الثمن ديالها، يلاه بارطاجيو معنا باش تضاعفوا الحظوظ ديالكم. غنساليو اللايف وغادي نعلنوا على الفائز ولا الفائزه. الثمن ديالها اللي هو 2500 درهم 50000 ريال، هادي غورميطا. ومن بعد يسهل الله بغيتي ديري اونصومبل ديالها هو لاباك ديالك كتشوفوا، يعني تقدي ديري اونصومبل غزال تبارك الله. هادي الثمن ديالها اللي هو 2500 درهم، ولا باك راه تيبداو عندنا من 1500 درهم. هذا بعدا بالضبط داير الثمن ديالو 2400 درهم. يلا اللي بغاتهم ديرهم سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اودي الله يحفظك لاله خديجه، الله يكبر بك. افاك راتكو شحال واصل؟ راتكو اختي 490 500 حتى 510 دابا كاين. المهم اللي بغات هادو راه ديسپونيبل دابا في المحل، اللي بغات تجي للمحل تقيس ما كاينش الاشكال. مرحبا بكم كاملين كاملين. الاخوات اللي تيسولوا على باك ديال الكلو، الكلو الكبير القياس كبير بر فيهم هذاك كتشوفوا. خويا وسيم كيف حالك خويا عزيز؟ اختي خديجه لاباس عليك؟ هانيه الله يحفظك الله يبارك فيك اختي الله يسهل عليك. مغبورات هادي من المتابعين الاوفياء، هادي الثمن ديالها 1500 درهم ليا 50000 ريال.
اشنو 50000 ريال 30000 ريال، هذا 30000 ريال اللي هي 150 الاورو. السلسله خرجت عامره وصحيحه. مرحبا اختي سلمى، الله يخليكم. غورميت ديال التربيه شحال ديال؟ انا غنعطيك لي بري ديالها 1500 درهم. هاد لاباك هذا تيجي زويون، الا بغيتي البغاسلي ديالو راه كاين 1500 درهم ليا 30000 ريال. انا نعطي للبنات اللي تيبغيو شي حاجه سامبل، شي حاجه سامبل وبثمن زوين. ها هي الثمن ديالها اللي هو 900 درهم، خاتم ديال الذهب ب 900 درهم ليا 18000 ريال 90 الاورو. 90 الاورو يا لاله شي حاجه القرقاع، القرقاع يا سلام. انا غنزيد نور هذا بعدا 900 درهم. خليوه عندكم بالنسبه للبنات اللي باغيين خويتماس يكونوا خفافين ضرافين. 900 درهم ليا 18000 ريال 90 الاورو. 90 الاورو شي حاجه يا سلام، شي حاجه فن. يلا بارطاج باش ضعفوا الحظوظ ديالكم معنا بالفوز. وتحياتي لكم وتحيات جميع المتابعين. ارام برع الاخوات اللي معنا في اللايف. ها هو خاتم ديال المارياج، اخر ما يكون. ها هو اخر ما يكون في خاتم ديال المارياج. الثمن ديالو غيبقى لكم ب 2400 درهم. 2400 درهم انا غير تنقيس لكم باش تشوفوا تقريبيا. 2400 درهم 48000 ريال. عافاك صرت ثلاثة مبرموز سامبل. ختي يلاه داتهم واحد السيدة دابا. ما بقاو ليش ديسبونيبل. 2400 درهم ليا 48000 ريال. هادي 48000 ريال باك دماغياج فن تبارك الله. كاين هاد الموديل هذا طوندونس هذا 2000. انا تنعطيكم غير الموديلات اللي خارجين دابا جدادي، يعني داك الشيء القديم وهذا ما تنبغيش نبينو لكم حيت اللايف تيخصنا نوريكم الجديد دائما. ومرحبا الف مرحبا. كاين هذا غزال حتى هو رائع، انا نحاول نوريه لكم في اللبيزه كي تيجي. تيجي الثمن ديالو ها هو، تيجي فيه كلو. هذا بالنسبه للناس اللي باغيين كلو. سام خويا وسيم واشرك مبروكه. لالا رحمه ولا خالتي رحمه مرحبا والف مرحبا بك علينا وعليك باش مات منيتي ان شاء الله. انا بارطاجت عماين انا معاك تنبارطاجي عمري ربحت واخا في الليل. ما كرهناش ما كرهناش اي والله ما كرهناش. تربحوا راه معرفتكم هي الربح عندنا. ها انتم هذا الثمن ديالو اللي هو 3200 درهم وهذا 2400 درهم. فاللي عجبك دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا. ها انتم باش يبان لكم اوضح فغنحاول دائما نوضح لكم الصوره. اللي بغات شي حاجه تكتبها لنا في كومونتير. يلا بارطاجي بارطاجي يا مواطن. اليوم الربح ان شاء الله نساليو اللايف وغادي يتم السحب على الاخت ولا الاخ اللي غيفوز معنا. ومرحبا والف مرحبا بكم. دائما عند وسيم من مجوهره السام. شوف ليا الخويت مات اخر ما غنات ام كلثوم. خويت مات يا سلام شي حاجه القرقع. الثمن ديالي 1800 درهم 36000 ريال. وسيم واكل الحوت تشرب بزاف ودي والله ما واكل الحوت، ولكن راه واقيلا تنقول انا هذه يومين ما شربت الماء. هذه الثمن ديالي 1800 درهم 36000 ريال. بارطاجيت لك خويا الله يسر لك كل خير خويا عزيز. الله يحفظك اودي لاله خديجه الله يكبر بك تحيا لك. هذا 1800 درهم ما تديوش على يدينا راه عوج هنايا. 1800 درهم هي 36000 ريال 180 الاورو تيجي فن. 1800 درهم. كاين هاد لاباك غزيول ديال البنانه ب 1000 درهم هي 20000 ريال. لاباك ديال الفانكليف ب 1500 درهم حصريا اثمنه مناسبه عند مجوهره السلام. اللي بغات شي حاجه يكفيها انها تدخل عندنا الواتساب 06 52 15 178. ومرحبا بكم عند وسيم من مجوهره السلام. يلا للجديد 1800 درهم جوج خواتم ب 1800 درهم. كاين هذا البنانه ب 1000 درهم. كاين هذا الكلوب 1500 درهم. وهذا ديال الفانكليف تيبقى لكم غير ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال اثمنه يا سلام عند مجوهره السلام. يلا بارطاجي بارطاجي باش ان شاء الله تربح معنا وتستافد معنا من لي بروموسيون. كاين السيده اللي باغا سنيسله فيها خريشتات، غنعطيك سنيسله زوينه صحيحه على حسابي هذه، يعني الا عجباتك ديري لها السكرين. ها هي اختي سنيسله زوينه فيها شوبارا غليظه، هذه شوبارا غليظه كي كتشوفوا. تحياتي ها انت غزاله تبارك الله كتشوفوا موديل فن فن ما شاء الله. يلا اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معايا سير واتساب. موديل فن فن غتبقى لكم ب 1900 درهم. هذه غزاله وطويله يعني تجي حتى في الطول ديالها طويله. الثمن ديالها هو 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. 38000 ريال الفان كليف غيرني عجبته دابا ومشى. خويا عندك شنو قلتي خويا؟ واحد الميساج ديال لاله سهام. خويا عندك خاتم شانيل 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 واقيلا كاين. انا نشوفك اختي هذا 1900 درهم. 1900 درهم هي 38000 ريال 190 اورو. اللي بغات دير لها سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا.
كاينه سنيسلا غزاله تبارك الله ديال شانيل فنه فنه روعه روعه. الثمن ديالها غتبقى لكم غير ب 1500 درهم، هذه غتبقى لكم غير ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو. دمالج ديال لي بيبي واقيلا باقي عندي واحد ديال واحد الكليان كنا صاوبنا على شي ثلاثه ما عرف نوريك الا باقي عندي شي واحد. هذه 1500 درهم هي شانيل غزاله تبارك الله، تتجي رائعه وهذا الموتيف راه صحيح فيها، موتيف صحيح فيها كنوريكم في المانكين كتجي ها هي اختي تتجي غزاله تبارك الله. 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو، 150 اورو. دائما راه شوفي الاثمنه راه مناسبه الحمد لله، القناعه موجوده والله ييسر لكم حتى نتوما تشريو من عندنا. هانتي السيده اختي جهاد الفان كليف لا بغيتي هاد الفان كليف هذا راه يطلع ناضف هاد اللبسه هكا ها هي غزاله الفان كليف هذا غير هو خصو يجي قياس كنات يعني هاد الفان كليف ما تيتزاد ما تيتنقص. مثلا هذا داير 2700 درهم 54000 ريال، هاد الفان كليف هذا داير 2700 درهم 54000 ريال 270 اورو. ها هي 270 اورو تجي اللبسه ديالو يا سلام شي حاجه طوندونس 2700 درهم. لازم الباج ديال بيبي ديزون. مرحبا مرحبا نوريكم الدميلجات ونوريكم اللي بغيتو اي حاجه احتاجيتوها حنا راه الاشاره ديالكم. غنعطيكم واحد طوندونس خارجه دابا هادو داتهم واحد الكليانه ولكن نوريهم لكم حتى نتومايا من الاحسن نبقى نوريكم في هادشي في اللايف. هادشي تنبغيو بيرسوناليزي في المحل تيكون ولكن نوريهم لكم حتى نتوما راكم متابعين وكليان ديالنا اوفياء. انا نوريكم ثلاثه ديال اللي بغاصلي. كاين هادو ثلاثة ديال لي بغاصلي واحد التشكيلة خطيرة خطيرة خطيرة. هادو طوندونس يلاه خارجين دابا الكليان لي تيهضرو معنا في الواتساب راه تنصيفط لهم هاد لو موديل هدا. المهم هدا حصريا غيكون عندكم نتوما الأوائل لي غتشوفو هاد لو موديل هكا، يعني تخوا بغاصلي في لي موتيف فنين يعني النقيشة بلدية والوسطاني سبولة غادي في الوسط. الثمن ديالهم تيبقاو ب 13000 درهم لي هي مليون وستين ألف ريال. 13000 درهم لي هي مليون وستين ألف ريال روعة مضوبلي من الداخل انت مضوبلين اختي من الداخل، يعني راه الفن والقرقع القياس ديالهم فيهم 6 سنتيم، القياس ديالهم فيهم 6 سنتيم كي كتشوف خويا. بوندون في لويز الحر كاين اختي ميليسا واقيلا باقا وحده عندي هذاك الدبليج من فوق اللي قدامك شحال 8000 درهم ودي لها خديجه. هذا راه القرقع ديال سلعه المحل 8000 درهم. كاين هذا كي قلت لكم راه 13000 درهم مليون و60000 ريال اللي هي 1300 اورو تقريبا، ولكن راه روعه ما شاء الله شي حاجه فنه فنه فنه. تتلبسيهم راه تتعرفي راسك لابسه المليح المليح نعامه السادي. 13000 درهم اللي هي مليون و60000 ريال 1300 اورو 1300 اورو تقريبا. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. 13 ميل دي غام فني 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 وقرقاعه. هادي بالنسبه لهاد الكورميط هادي ثمن الجمله ثمن رافينيتي بثمن الجمله اللي بغات دير لنا السكرين ومرحبا والف مرحبا بك. ثمنها 5200 درهم ها هي هذه ثمنها 5200 درهم وسولي وشوفي شحال الثمن ديالها. هذه 5200 درهم هي 520 اورو. ها الكريميطا ديال رافينيتي 5200 درهم هي 520 اورو. هادو الثمن ديالها اللي هو 5200 درهم 520 اورو. خمسة آلاف ومئتين درهم لي 520 أورو تيجي فن تبارك الله ما شاء الله فن فن. اللي بغاتو دير له السكرين مرحبا. كاين واحد البغاصلي واحد البغاصلي وخاتم ديالو بغاصلي وخاتم ديالو اليوم بروموسيون غيبقى لكم 5500 درهم. بغاصلي والخاتم ديالو 110000 ريال لي 5500 درهم. اللي بغاتو دير له السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. شوف الناس رجعوا عند هذا اللي حدانا 5500 درهم هي 5500 درهم 110000 ريال هي 550 اورو 550 اورو. اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. 5500 درهم ها هي غزاله تبارك الله ما شاء الله. باش نعرف العبارات ديال يدي اختي زهور بالنسبه للعبار اللي كان البراسلي تشوفي القياس هكا مسطره تتعبري القطر ديال البراسلي عندك. هادو بجوج بهم راه ب 5500 درهم هو الخاتم ديالو. هذا راه غير ميزه هذا راه كيوريتكم غير الهميزه وصافي. راه كاين حتى الحلقات ديالهم
حلقات ديالهم دايرين ب 36000 ريال، ها هما حلقات ديالهم دايرين ب 36000 ريال اللي هي 1800 درهم. 1800 درهم نعتذر منكم، نعتذر من على هذا. سمحوا لنا المهم هانتوما كي كتشوفوا اثمنه يا سلام عند مجوهره السلم. واحد الخويتم هذا اللي ما عرفتوش علاش ما بغاش يتباع دغيا دغيا، درنا فيه ثمن مخير، ها هو فيه الفان كليف دوفاس في الكحل والدوري، تيجي غزيول في اللبيزه كل حاجه. وشحال الثمن ديال هاد الكرام في الهميزات؟ كاين اللي شارينا غاليه حيت مازال نقيه، تنزعمو مع الكليان ديالنا في الثمن كل حاجه والاثمنه ديالها. يعني بليس دي زانفورماسيون تتواصلي معنا في الواتساب، واي معلومه فراه مرحبا، حنا على الراس والعين، اي حاجه احتاجيتوها مرحبا بكم. بالنسبه لهذا الخشم هذا راه داير 1900 درهم ديال دوفاس، يعني فيه لون نوار، ها هو فيه لون نوار كي كتشوفوا، وفيه الدوري يعني تلبسيه على دوفاس. الثمن ديالو اللي هو 1900 درهم، 1900 درهم يا لالا الفن والقرقع. كاين اختي غورميطا، يا سلام غورميطا، يا سلام يا سلام، 3800 درهم فنه، 3800 درهم هي 76000 ريال ديال اش يقولوا ديال لويت واقيلا، 3800 درهم. كاينه هذه ديال الاس ب 4150 درهم، هذه ديال الاس ب 4150 درهم، تاتجي غزاله عاوتاني شي حاجه طوب. كاين هذا الموديل هذا ديال الغورميط ديال الكافيه ب 1500 درهم، هي 30000 ريال، 150 الاورو. كاينه غورميطا ديال الخريشات، غورميطا ديال الخريشات ب 2300 درهم، هي 46000 ريال، ها هي 46000 ريال باقه وحيده. كاينه كي قلت لكم هادو ديال البلايك كنكتبوا فيهم السميات، 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، 150 الاورو. يلا بارطاجي معنا، واللي عجبته اي حاجه يكفي انه يتواصل معنا على رقم الهاتف 0625151760. ومرحبا والف مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهره السلام، وتحياتي ليكم ولجميع المتابعين اللي تيتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب. بزاف الناس سولونا على براسلي، مثلا براسلي مع الخاتم ديالو ديال 3 دي، ها هو براسلي مع الخويتم ديالو مع 3 دي غزي، هو اللي تيجي في اللبيسه، يعني شي حاجه فنه فنه. ها نتوما الخويتم ديالو براسلي بالخويتم ديالو، الصح والعمل المتانة، ما كاين لا حجر لا والو، تيبقى الثمن ديالو ب 120000 ريال، تيبقى الثمن ديالو اللي هو 120000 ريال، ها هما بجوج بهم 120000 ريال هي 6000 درهم، ثمن يا سلام 6000 درهم هي 120000 ريال، ها هو اللي بغاتو راه بقى لنا وحيد، دير لو سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 0625151860 ومرحبا. هذا 120000 ريال، 120000 ريال اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا. حلقات قلوا لي ما فيهمش الحجر بزاف، كاين اختي موجودين. بالنسبه اللي تيسولونا على شي حاجه بوغ كادو، ها انتما كاين هاد لي زارتيكل هاد اللي نوريكم. كاينه كريستيان ديور دايره 750 درهم، هاد كريستيان ديور دايره 750 درهم، كاينه هاد لويس فيتون ب 1000 درهم، وكاينه هادي ديال الشميشه دايره ب 1100 درهم، هادي الشميشه راه ب 1100 درهم تقريبا. خويا وسيم ديما طوب طوب ما شاء الله، الله يحفظك اختي مروه الله يكبر بك. ها انتما اللي بغات شي حاجه فهادو تواصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا. غزالي ما شاء الله، الصح والعمل والمتانه والاستعمال اليومي. هانتي اختي هادو 750 درهم، وهادو تيجيو في اللبيسه 1000 درهم فنه وصحيحه، هادي ديال لويس فيتون صحيحه وزوينه.
وكاين هادي تاع هي فن ب 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 110 د الاورو تقريبا، 110 د الاورو تقريبا. اللي بغات تدي لها السكرين مرحبا و الف مرحبا بكم. والبنات اللي باغيين لاشين، غير لاشين كي كتشوفوا لاشين مع الحلقات ديالها، لاشين مع الحلقات ديالها اللي غنخليها لكم بثمن مناسب. حاول نوريكم، ها هي غزاله تبارك الله، لاشين مع الحلقات ديالها غيبقاو لكم بجوج بهم ب 3000 درهم 300 اورو تقريبا، اللي هي 60000 ريال 300 د الاورو تقريبا، 300 د الاورو تقريبا اللي هي 60000 ريال 300 اورو تقريبا. اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 0625151260 ومرحبا. واللي بغات غير السنيسله بوحديتها انا نشوف لكم الثمن ديالها، اللي بغات غير السنيسله بوحديتها راه دايره ب 1800 درهم، غير السنيسله بوحديتها راه ب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 180 الاورو. عرض مغري 1800 درهم دي سنيسله و بوندوتيف كبيره، فراه يا سلام 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. اختي نجلاء الله يكبر بك اختي سامة، اخي كل كريم كلشي كيحمق، الله يكبر بك اختي نجلاء الله يحفظك. هذا 1800 درهم هي 36000 ريال. فن تبارك الله، الصح والعمل والمتانة دائما عند وسيم من مجوهرة السلام. اختي اسنا هو بيع الذهب 18 كارا وتنديروا لها ليفغيزون المغرب كامل. مرحبا 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 بالجميع، وتحية لجميع المتابعين اللي تيتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب، تحياتي لكم. نزيد نوريكم وما تنساو لياش البارطاج، ما تنساو لياش غير البارطاج، راه البارطاج كاين. المسابقه الوفيه لكم، المسابقه الجيده ها هي لالا، السنيسله ديال 3 دي بليبول فنه اخر ما يكون، شي حاجه غزاله تبارك الله ب 3000 درهم، تتبقى لكم غير ب 3000 درهم اللي هي 300 اورو تقريبا 60000 ريال. السنيسله تبارك الله، السنيسله غزاله ما شاء الله، اللبسه ديالها تتجي مفركسه، يعني اللي غديها غتعرف راسها الدايه المليحه لالا. ها هي 3000 درهم هي 300 اورو تقريبا 60000 ريال، ها انت لالا 60000 ريال اللي هي 300 اورو. السنيسله راه فيها ليبول بحال ليبول تمايا فيكس 300 اورو تقريبا اللي هي 60000 ريال. هادو اللي باغي يعطي شي باك في المارياج ولا شي حاجه بحال هكا ما كاينش الاشكال، مرحبا و الف الف مرحبا بك اختي. حنايا المهم عندنا هو كلشي يلبس معنا الذهب، هو كلشي يستافد من لي بروموسيون اللي تندير ليكم وتكونوا راضيين علينا. وتحياتي ليكم كاملين كاملين، ومبروك عواشركم الله يدخل عليكم بالصحه والسلام. كاينه لالا موديل فان كليف، شي حاجه يا سلام، شي حاجه روعه. الثمن ديالها اللي فيها ثلاثه الفان كليف 3300 درهم هي 66000 ريال. هذه 3300 درهم موديل فان كليف روعه، تيجي في اللبسه ديالو يا سلام 330 اورو تقريبا فن. فاللي بغاتو دير له السكرين ومرحبا، 3300 درهم ها لاشين اللي فيها ثلاثه ديال لي فان كليف دوغي، 3300 درهم هي 66000 ريال. لا لا المهم كلشي يلبس الذهب وكلشي يستافد من هاد لي بروموسيون اللي تنعطيوكم. وتحياتي تحياتي لجميع المتابعين، جميع المتابعين الاعزاء تحياتي لكم. نزيد نوريكم موجود الخير الحمد لله، كاينه رادكويا 19 غرام فاصله 34 دايره 193000 ريال. رادكويا 193000 ريال، يا سلام يا سلام يا اختاه، شي حاجه الفن والقرقع. 193000 ريال روعه. المهم اللي بغاتها شي حاجه اللي كبيره وشي حاجه اللي عاطيه العين، وقولوا لي الاراء ديالكم كيفاش تجيكم السلعه ديالنا، واش يا سلام ولا ماشي يا سلام. ها هي الثمن ديالها اللي جد مناسب وفي متناول الجميع 193000 ريال، 193000 ريال. يا سلام اختي، اللي بغات تدير لها السكرين وتواصل معنا سير واتساب ومرحبا و الف مرحبا. كاينه 193000 ريال وكاينه قيلا 10100 و173، كاينه هذه ب 173000 ريال نوريها لكم. ها كاينه وحده اخرى 173000 ريال، هذه ب 173000 ريال تتجي رائعه جيده. نتمنى تكون باينت. المهم اللي بغات لا فيديو ديالها ولا شي حاجه بحال هكا انتريسي بها تواصل معنا سير واتساب، نصيفطوا لها لا فيديو ديالها مريقله. المهم اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا بها. شنو بغيت نزيد نوريكم السيدات اللي باغيين السطوار ديال غافينيتي، واحد السطوار يا سلام يا سلام يا سلام عليه، خاتم 3 دي كبير كاين لالا موجود، انا نحاول نوريه لك. هاهي السنيسله ديال غافينيتي، غتبقى لكم بواحد الثمن رمزي. هاهي
كاينه هذه كتشوفوا، ولكن راه رائعه وفي نفس الوقت الثمن مناسب فيها. ها هي الثمن ديالها اللي هو 6500 درهم. هذه سوطوار تجيميني سوطوار 6500 درهم، هي 130000 ريال، 650 الاورو. تبارك الله ما شاء الله كل شيء غزال وحتى الاثمنه مناسبه. الله يكبر بك لاله هدى، تحياتي لك. هادو غزال الثمن ديالو هو 6500 درهم سوطوار، تيجي في نيوان. ها انتما راه الطول ديالو فين غادي، اللور ديالو 6500 درهم، هي 130000 ريال. هذا 130000 ريال، رائع جدا، شي حاجه غزاله. يلا فنا اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا سير واتساب، ومرحبا والف مرحبا بك. يلا بارطاجي بارطاجي بارطاجي، باش هكا كلشي ان شاء الله يستافد معنا من لي بروموسيون. كاينه واحد الرويال فنه فنه فنه، يا سلام. ها هي غزاله واحد الرويال، شي حاجه فنه فنه. السلام عليكم سناس الخفاف، عافاك. مرحبا سي نسيم، تبارك الله عليك. لا ام نسيم مرحبا، سلعتكم بصراحه نقيه وغزاله ما شاء الله. الله يحفظك ام رانيه، تحياتي لك. كاينه هاد الرويالة غزاله تبارك الله ب 10000 درهم، هادي تتبقى ب 10000 درهم، هي 1000 الاورو تقريبا. الطول ديالها تقريبا 52 سنتيم، تتجي يا سلام. هاي صوره واضحه لها جدا، يعني ثمن مناسب ب 10000 درهم، هي ب 1000 الاورو تقريبا. اللي بغات تدي لها السكرين وتواصل معايا سير واتساب، او مرحبا والف مرحبا. 10000 درهم هي 1000 الاورو. راتكود اليد لا الاحلام ما بقاو لياش، واقيلا اللي غاتكود ديال اليد ما بقاولوش ديسبونيبل. نزيد نوريكم السنيسلات، السنيسلات عرفتي كاين موجود الخير، نحاول نبرعكم شي شويه في السنيسلات اليوم. ها هي سنيسله دايره ب 2500 درهم ديال الكافيه، واعره فيها واحد القليب، يا سلام. ها هي سنيسله ديال الكافيه غزاله ب 2500 درهم، اللي هي 250 الاورو. ها هي غزاله تبارك الله، 2500 درهم 250 الاورو، 250 الاورو. ها هي اللي بغات دير لها غير سكرين وتواصل معايا سير واتساب 06، فيها القليب اللي فيه الشجيره في الوسط. الثمن ديالو 2500 درهم، 50000 ريال. هي رائعه جدا، 2500 درهم غزاله تبارك الله. الصح والعمل والمتانة دائما عند مجوهره السلام. شوفوا واحد السنيسله بخميسه في الكافيه، ولكن راه عاوتاني حتى هذه تتقول تحيدشك. ها هي غزاله، ها هي كتشوفوا الثمن ديالو 5000 درهم، 100000 ريال. هادي الثمن ديالي هو 5000 درهم، 5000 درهم، 100000 ريال، 500 الاورو تقريبا. اللي عجبها تدير لها السكرين وتواصل معايا سير واتساب، ومرحبا والف مرحبا بك. 5000 درهم هي 500 اورو تقريبا، 5000 درهم 100000 ريال. ها هي اللي بغات تدير لها السكرين ومرحبا، 5000 درهم هي 5000 درهم، رائعه جدا بالنسبه للناس اللي باغيين هاد الموديل. نزيد نوريكم شنو نوريكم، كاينين حلقات زويونين، حلقات ديال الفروج فني، الثمن ديالهم هو 7200 درهم. حلقة ديال الفروج الثمن ديالهم هو 7200 درهم، 720 الاورو، 7200 درهم، 720 الاورو، 7200 درهم. تيجيو روعة تبارك الله، الصح والعمل والمتانة. 7200 درهم، 7200 درهم، غزال تبارك الله غزال. حلقة ديال الفروج يا لالا 7200 درهم، اللي هي 720 الاورو، 7200 درهم، 720 الاورو. اللي بغات تدي لها السكرين ومرحبا والف مرحبا بكم. الكافيه بلا خميسه تطيح لك ب 3300 درهم. كاين هذا الربيع ديال لويزا 2100 درهم، 2100 درهم هي 42000 ريال. ها هو 42000 ريال غزال تبارك الله، تيجي صحيح والاستعمال اليومي. 2100 درهم هي 42000 ريال، 210 الاورو، 210 الاورو، رائع جدا تبارك الله على الصانع اللي صنعوا شي حاجه فن. 2100 درهم، 2100 درهم يا لالا. كاين عندنا هاد لو بغاسلي، هذا داير الثمن ديالو اللي هو 5300 درهم. ها هو دومي بغاسلي، تيجي زوين في اللبسه، 5300 درهم هي 530 الاورو. ها انتما غزال تبارك الله، شي حاجه فنه. 5300 درهم هي 5300 درهم، ها هي 5000. ودومي بغاسلي تيجي من كوغميت من التحت، وتيجي بغاسلي من الفوق، 5300 درهم هي 106000 ريال، 106000 ريال اختي. اللي بغاتهم دير لهم سكرين ومرحبا والف مرحبا بكم عند وسيم من مجوهرات السلام، وتحياتي لكم. كاين الاخوات ثلاثه ديال اللي بغاسلي،
اوريكم واحد الزوج بعدا واحد الزوج براسليات ها هما دايرين 106000 ريال زوج براسليات 106000 ريال ها هما شي حاجه فنه فنه ولكن القياس ديالهم نشوف القياس ديالهم اكزاكت فيهم 5.7 5.7 سنتيم يعني اللي قياسها 5.7 سنتيم راه تيجيو غزالي 106000 ريال ها 106000 ريال رائعين ديال 3 دي غزالي 106000 ريال اللي هي 5300 درهم تيجيو فنين اللي بغاتها دير لها سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا الف مرحبا بكم 5300 درهم اللي هي 106000 ريال جوج براسليات القياس ديالهم اللي هو 5.7 اللي بغاتهم دير لهم سكرين ومرحبا والف مرحبا بكم كاين الاخوات هذا البغاسلي هذا الراد كل حطيتي دابا واخا اختي سهام كاين هذا البغاسلي هذا ديال السبوله اللي بغاته بوحديتو راه تيجي زوين حتى هو في اللبسه الثمن ديالو اللي هو 4400 درهم ها هو تيجي في اللبسه هكا 4400 درهم هي 88000 ريال تيجي رائع في اللبسه 4400 درهم هي 440 اورو 88000 ريال ها هي 88000 ريال تيجي فن يلا اللي بغاتو دير له غير سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا 88000 ريال هادو ديال 16000 درهم ولكن راه تبارك الله ملي تيتلبسوا ها انتم كي تيبان 16000 درهم ليا مليون و120 الف ريال مليون و120 الف ريال هي 16000 درهم هما اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا يلا اللي بغات شي حاجه مرحبا هادو ب 16000 درهم مليون و120 الف ريال مليون و120 الف ريال كاينين ثلاثه ديال الخيوط ثلاثه ديال الخيوط انا نوريهم لك هما في اليد هنايا ها هما تيجيو هكا هادو ثلاثه ديال الخيوط الثمن ديالهم اللي هو مليون و50 الف ريال هادي 2000 هي 12500 درهم 1250 الاورو ولكن راه تبارك الله ملي تيتلبسوا في اليد عاد تيبان 12500 درهم ليا 1250 الاورو والله الا شي سبعه بحال هادو يا سلام 12500 درهم خاصني نطربات دي كبير واخا اختي مالا انا نوري لك راه دوزتو قبيلات غير ما عرفتوش ما بال ما شتيش ولا ما كنتيش في اللايف انا نوريهم لك هادو خاص لي وريتكم دابا القياس ديالهم 6 اونص القياس ديالهم 6 اونص هادو القياس ديالهم 6 اونص الثمن ديالهم 12500 درهم 12500 درهم كاينين عندنا واحد دو براسلي ها هما جوج براسليات المهم راه كاينين فيهم ثلاثة تقريبا الله يعين الله يعلم ثلاثة ثلاثة كاين هما ثلاثة ديال لي براسلي ها هما ب 8500 درهم 170000 ريال خفايفين الناحيه ديال الخف خفايفين 8500 درهم هي 850 الاورو ولكن مميض يا سلام 8500 درهم هي 170 الف ريال ها انتما كيفاش نوريكم كيفاش تيجيو في اللبسه هادو راه خفافين ولكن راه زوينين في المنظر تيجيو يا سلام 8500 درهم هادو 8500 درهم هي 850 الاورو المهم راه المليح 8500 درهم 170000 ريال تيجيو زوينين تيجيو للاستعمال اليومي هذا السبوله لا طيعه فيك اخويا وسيم اختي رشيده 6 سنتيم فيه واش ما كاينش شي براسلي في حدود 3000 درهم اختي كاينين هادو هذا راه ب 3000 درهم اللي واحد تيطيح عليك هذا ب 3000 درهم اللي تيطيح عليك لا لا بلا ما تلبسو معايا بالنسبه ليك كراجل خويا راه باين اخت خويا ام ولا ام عبد الحق ها تنوريو الكليان كيفاش تيجي وصافي معنا راه خوك راه ما تيلبس لهم غير النقر ها دينا وعنقنا غير بالنقر كي قلت لكم هذا الموديل هذا الثمن ديالو عفاك اخويا لي سوتوا اختي لي سوتوا غير راه ديما بقاو لياش هادو الثمن ديالهم اللي هو 8500 درهم 170000 ريال ثلاثه ديال لي بغات 8500 درهم هي 8500 درهم 170000 ريال كاينين دوطخ موديل انا نوريهم لك ها هما ثلاثه ديال لي بغاسلي ثلاثه ديال لي بغاسلي فنين الثمن ديالهم اللي هو 12500 درهم
قيسوا لكم واحد تشوفوا كيفاش تيجي في اللبسه. ها هو واحد هذا، هذا ب 12500 درهم اللي هي 1250 الاورو. هذا 1250 الاورو تيجي زوين. 2500 درهم هما 12500 درهم. العواشر هذه اللي بغى غير واحد نبيعوا له واحد، اللي بغى يدفع شويه بشويه ما كاينش مشكل. 12500 درهم ها هما 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال. 1250 الاورو، 1250 الاورو تيجيو زوينين. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بكم. اللي بغات بفان كليف زوين ديال الاسكا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم، هذا فان كليف ديال الاسكا ب 8000 درهم اللي هي 800 الاورو تقريبا. اختي رشيده بالنسبه للغراماج جيت تواصلي معايا سير واتساب ونعطيك الغراماج اكزاكت. الثمن ديالهم اللي هو 8000 درهم اسكا كي كتشوفوا من الداخل ديالها، الثمن ديالو 8000 درهم 160000 ريال، 160000 ريال. الا بغيتي جوج براسليات مثلا بحال هادو تيطيحوا عليك 1,080,000 ريال. هاهم جوج براسليات فان كليف و فان كليف فان كليف تيطيحوا عليك ب 14 ياك هادشي كيقول 14000 درهم. اختي تيجيوك زويجات فنين فنين ورائعين. 14000 درهم ليا 1,080,000 ريال، 1400 الاورو تقريبا. فاللي بغات يكفيها انها تواصل معنا على رقم الهاتف 0652 15 78 69 ومرحبا الف الف مرحبا بي. يعني اي حاجه احتاجيتوها مرحبا الف مرحبا. كاين الاخوان اللي باغيين لي تخوا بغاسلي شي حاجه لوكس، شي حاجه موديل طوندونس مثلا. في هذا الموديل هذا راه طوندونس دابا خارجين، الثمن ديالهم اللي هو 12500 درهم عرض. يا سلام هادو براسليات زويونين جايين من الوسط سامبل ومجنب بحال منقوشين. 12500 درهم ثلاثه ديال لي براسلي مي تيتلبسوا عاد تيبانوا. كي تنقول لكم 12500 درهم هي 1,050,000 ريال، 1250 الاورو. هذا 1250 الاورو رائعين جدا تبارك الله. فاللي بغات اي حاجه كفيها انها تواصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا بكم. كاين هاد الحلقات هادو الثمن ديالهم اللي هو 1700 درهم، 1800 درهم سمحوا لي، 1800 درهم هي 36000 ريال. هادو 36000 ريال ديال الاناناس. نزيد نوريكم عندي موديلات بزاف في الحلقات، نحاول نسربيكم ما نعطلكمش. كاين هادو الثمن ديالهم اللي هو 1400 درهم، هادو 28000 ريال، 28000 ريال. كاينين هادو د الفان كليف 1600 درهم، يبقاو لكم غير 1500 درهم، هادو 30000 ريال. كاين لوطر موديل ديال الودعة ها هو 2100 درهم دايرين الثمن ديالهم، يبقاو لكم غير 2000 درهم. ها هو 2100 درهم يبقاو لكم ب 2000 درهم 200 غو تقريبا اللي هي 40000 ريال. كاين هادو عاوتاني فيهم مسيختي محجيرات 2500 درهم تيبقاو لكم غير 2400 درهم، هادو تيبقاو لكم غير 2400 درهم. فاللي بغات شي حاجه يكفيها انها تواصل معنا على رقم الهاتف 0652 15 170 69 ومرحبا والف مرحبا بكم. وصلنا للنهايه ديال الحلقه، شكرا لكم جميعا على التتبع ديالكم وعلى المسانده ديالكم. اللهم يسر ومبروك عواشركم.